السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن أهم الفوارق، الأفعى السامة والأفعى غير السامة. معنى نوع السجادة الشرقي أو الرقطة أو بالمسمى العامي الطروان. في البداية الرأس، الرأس على يكون على شكل مثلث عشان حركة الأنياب. العين يكون داخلها خط على شكل حرف ألف أو على حرف على رقم واحد. الأنياب تكون من نابين مثل ما تب شايفين. الرقبة تكون أقصر في الأفعى السامة، الجلد يكون خشن. الذيل يكون أقصر في الأفعى السامة. وأهم نقطة، المربعات في البطن الأفعى السامة تكون متصلة ومرتبة على شكل واحد. هذه أهم النقاط والميزات في الأفعى السامة. الأفعى الغير السامة أهم ميزاتها، الرأس يكون على شكل مستطيل، العين يكون دائرية وداخلها السواد بالكامل. الفم يتكون من أسنان صغيرة وليست أنياب عكس الأفعى السامة. الرقبة في الأفعى الغير السامة تكون أطول. الجلد يكون ناعم، الذيل يكون أطول. بالنسبة للمربعات في البطن تكون بشكل مرتب حتى آخر نقطة في الذيل. تنقسم المربعات إلى قسمين مثل ما انتم شايفين. تكلمنا عن أهم الفوارق التكوينية في الأفعى السامة والغير السامة. الفوارق الخارجية في الأفعى السامة تتميز بالبطء، تستخدم صوتها الفحيح في التعبير، 90% منها تنشط حركتها في الليل. أما في الأفاعي الغير السامة تنشط حركتها في النهار، لا تستخدم صوت عند التحذير، تتميز بالسرعة. في حال تعرضت لعضة مثل هذه ولا عرفت مصدر العضة، شوف مكانها. إذا كان على شكل حركة، إذا كان على شكل نقطتين فهذه عضة أفعى سامة. إذا كانت على شكل عضة أسنان أو نقاط أصغر فهذه عضة أفعى غير سامة. والله يحفظنا وإياكم من كل شر.